أعلن الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية بالحج فرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة لمنع من لم يحصلوا على تصريح بالحج من دخول المشاعر المقدسة. وخلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج هذا العام، شدد قائد قوات أمن الحج على أن أمن الحجاج هو خط أحمر، موضحا أن من أولويات القوات المحافظة على سلامة وأمن ضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك.